توا التوا اكبر ماجور انا خلصني حتى حد اعطيني الشبكة نتاعك نعطيك شنو كمان انت باش نعطيك انت ما تجيش في شطر مناضل صغير من مناضلين الشبكة ما تكشف سيريدا سيريدا خلينا نتجاوز نقول لك حاجه الاسبوع الفارط فقط لا خلينا نقول له السيد هذايا الاسبوع الفارط ارجع للجرايد نتاع الاسبوع الفارط شبكه دستورنا خرجت بيان تاعها وخرجت كل التمويلات كامبليك جو راني باش نرجع لا ما نسمعش هذايا انسان ماجور كان يخلص الناس الكل اللي يسمعوا فينا لا كان يخلص ما نحبوش الصوره ماجور ما نحبوش الصوره هذه يا مان جوهر رجاء سيريدا سيريدا بعد اذن الكلمه بربي اللي كلمه مقديه يعني انك سامحني لا كلمه اللي كنت طبيعي قبل مني ما ينجمش يكون مع الثوره نحات له خبزه كان ياكل في خبزه جوهر دقيقه الله يخليك يا سيريدا كان ياكل في خبزه من بن علي نحتها له ما بطبيعي يحب يرجع ما يبقاش شكون يعطيه خبزه سيريدا كلمه بربي كلمه برك يا سيريدا شوف رجاء نغزر احنا ضيوف لهنا اما باش نقول لك حاجه احتراما لشهداء تونس واحتراما للعباد اللي تعبت في جره الثوره ذي على الاقل انك توصف شخص وهذا نختلف معه مليون ميل اما انك توصف شخص تونسي اخر مهما كان جوهر او غيره انك توصفه بانه بن علي خير منه لا اشرف من هذا انا نعتقد انا نعتقد سمعني استوجب الاعتذار لا خلينا نقول لك لا انا مانيش قاعد راهو انا خارج انه يفز واحد يقول لشخص انه بن علي خير منك لا خلينا نقول لا اساءة للثورة هي اساءة هي نعم قاني قلتها قلتها اتتك مذمة من الناس فهي شهادة تقولي بان لا والله ما يجي هكا والله ما يجي هكا معناها مش ندموا على بن علي او انا بحذر بن علي اخرا خلينا نجاوب بحذر بن علي اخرا هارب منه هارب منه وانت جيت قاعدتي بحذر هاو بن علي اخر هاو قالك بن علي اشرف منك مقديت انا ما يقلقنيش ايمان مقديت خلينا لو جات من شخص اخر تقلقني نتجاوزوها مقديت لو جات من شخص اخر تقلقني الشخص هذا ما يقلقنيش انا المشاهدين يعرفوه والشعب يعرفوه والناس تعرفه وراهم الناس خلي يكمل رجاء شوف يا ايمان ايش نقول لك اختي انا بحذاك لهنا ما خدت خاطر أول مرة نرجع لحنا بعد أنه يصير في البلاتو نتاعك شخص بارك الله شخص بارك الله يكلم واحد تونسي يقول له بن علي خير منك ما يلزمش حتى كلامي للضيف منكم ما يلزم قناة حنا بعد وما يلزمني أنا في شيء إلزامك على الأخلاق أنا أخلاق هذه يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية اللي قالوا مقديت يتحمل مسؤولية اللي قالوا ما لا خليني أكمل ولا ما يقلقني لا ولا سامحني ولا سامحني ولا لا 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 احترام احترام رضا مقديت اقعد مقديت خلاص تسيب الكلمة ما حبش اعتذر خلينا نتجاوز باهي نتجاوز ما تعتذرش خلينا نكمل عادي لا ما نمشيش مستوى هذا ولا بعد اذنك يهديك مقديت ولا ما يجيها ولا ما يجيها نعطيك الكلمة ما انت جيت على خاطري كمل اقعد على خاطري رضا كمل نتجاوزوها بربي النقطة ذي نتجاوزوها بعيدا عن التجريح وعلى هالمسائل الشخصية ذي ايمان بعد اذنك شكرا لك على دعوتك اما اني نتوجد في بلاتو يتجبد بن علي بهذه الطريقه نعم قلتها سيدي انت باندي صح عليك والله يصح عليك والله يصح عليك بهذه الروح المعنويه العائله نتاعك تحكي على بن علي صح عليك رضا مقديد دقيقه باش خليني نمشي للتقرير الانترفيو نوري اللجمي رئيس لايكا وراجعين